مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 87، وعنوان حلقتنا النملة بين السلفية والأشعرية. شفنا في الحلقة اللي فاتت ليه الشيوخ مش بيفهموا العامة إنهم أشاعرة، وكان كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب واضح إن حتى لو نزل بالمذهب الأشعري للعامة لا يفهمونه. في حلقة النهاردة هنشوف كيف أن المذهب الأشعري اللي بيمثل 95% يعادي المذهب السلفي، والعكس كمان، كيف المذهب السلفي يعادي الأشعري. ونشوف أول فيديو للشيخ حماد رفعت، وهو طبعا سلفي، ونشوف مع بعض. ومع ذلك أنتم أجهل من الدواب، أنتم أجهل من الدواب، والله الذي رفع السماء بلا عمد لم يصل علمكم إلى علم الدواب في عقيدة الله تبارك وتعالى. الدواب أعلم منكم وعندي الدليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رفيعة قوائمة إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال لهم سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. النملة عندها عقيدة وانتو مش عندكم عقيدة، النملة عندها علم وانتو عندكم جهل. النملة عندما أرادت أن تدعو الله استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء لعلمها أن من خلقها في السماء. شكلك ايه دلوقتي وانت ما حصلتش نمل؟ وزي ما شفنا الشيخ عماد رفعت وهو طبعا سلفي بيقول للأشعرة انهم اجهل من الدواب، وبيقسم ويقول لم يصل علمهم الى علم الدواب في عقيدة بالله، والدواب اعلم منهم. وهنا لازم نفهم حاجة مهمة، ان الشيخ عماد رفعت بيطعن في كل الأشاعرة على مدى العصور انهم اجهل من الدواب، زي مثلا ابو حسن الأشعري اللي هو مؤسس المذهب الأشعري، وابن حجر العسقلاني والجلالين والقرطبي والبيهقي وغيرهم كتير. كل دول بالنسبة للشيخ حماد رفعت أكل من الدواب. وقدم الدليل، راح قال إيه: خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا قد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. الشيخ عماد رفعت بيقول إن النملة عندها عقيدة والأشاعرة ما عندهمش عقيدة، النملة عندها علم والأشاعرة عندها جهل. يعني الشيخ عماد رفعت بيأكد إن النملة عندها عقيدة أكتر من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومن كل شيوخ الأزهر، وإن النملة عندها علم أكتر من كل الأزهر بشيوخه على مدى العصور. النملة عندها عندما أرادت أن تدعو الله استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء. النملة عارفة إن من خلقها في السماء. الشيخ عماد رفعت بيقول للأشعري: شكلك إيه دلوقتي وإنت ما حصلتش نملة؟ وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي، والشيخ عماد والشيخ عبد القادر الحسين وهو بيرد على الشيخ عماد رفعت السلفي وإزاي بيطعن في فكر السلفي. إن المصيبة الكبرى التي نالت إخواننا السلفية هي سطحية التفكير، وذلك حينما حاربوا العقليات وقرأ لهم شخص واحد العقليات هو ابن تيمية واختار لهم ما يشاء وأعطاه لهم وساروا على نهجه، مع الأسف أنا مضطر أن أقول كالقطيع. الشيخ عبد القادر الحسين وهو طبعا أشعري بيقول إن المصيبة الكبرى اللي نالت السلفية سطحية التفكير، وإن باتباعهم ابن تيمية صاروا على نهجه وصاروا كالقطيع، وبيشبه ولاة الحنبلة الوهابية بالدواب. ونواصل مع بعض ونشوف إيه كمان في الفيديو اللي جاي. رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. يعني إذا واحد قال هكذا رفع يده إلى السماء، معناته الله له مكان حسي موجود في السماء حقيقة؟ ما هذه سطحية في التفكير؟ يعني هذا المسكين ألا يعلم أن الأرض كرة هكذا؟ يعني يوجد نمل آخر في تحت الأرض ويرفع ويستلقي وهكذا، وهذه الجهة أيضا في نمل أيضا مستلقي هكذا، وفي هذه الجهة نمل مستلقي هكذا، وإذا كان الله تعالى وإذا كان كل هذا النمل يتجه إلى جهة العلو حقيقة وأن الله في العلو حقيقة بالنسبة لهذه الكائنات، يعني يلزم أن يكون أنهم يعبدون صنما مجوفا. لماذا؟ لأنه هكذا محيط وقلبه فارغ لكل الكائنات، وهذا كسذاجة في التفكير، سطحية في التفكير. وزي ما شفنا الشيخ عبد القادر الحسين بيقول إن الحديث إنه رأى نملة مستقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، هل ده دليل إن الله في السماء على الحقيقة؟
وقال إن دي سطحية في التفكير، وقال إن الأرض كرة، ولو كل النمل في كل الاتجاهات الأرض رافع قوائمه، وده معناه كده يبقى إن الله صنم مجوف وبيحيط بالكرة الأرضية، قلبه فارغ. والكلام ده بيعتبر سذاجة وسطحية في التفكير. واللي طبعاً يعني ملفت للنظر إن الأشعرة والسلفية بيقروا بصحة الحديث إن النملة استنقت على ظهرها وكانت بتدعي لله إن ينزل المطر، والسلف بيقول النملة بتعرف إن الله في السماء على الحقيقة، والأشعر بيقول لأ السلف مش عارفة إن الله في السماء، وكل واحد فيهم بيطعن في عقيدة الآخر وبيستشهد بنملة. وبعدها الشيخ عبد القادر الحسين قال حاجة ملفتة للنظر، قال مع إنهم يقروا أن الصمد الذي لا جوف له، وإزاي إن الحشوية، وطبعاً بيقصد بالحشوية اللي هم السلفية الوهابية، إزاي بيتناقضوا. وهنا بنقف شوية نفهم إيه الكلام ده، يعني إيه الله لا جوف له. خلينا نشوف مع بعض، هل فعلاً السلفية بيقولوا إن الله لا جوف له؟ نشوف تفسير ابن كثير لسورة الإخلاص الآية رقم 2، الله الصمد يقول لنا إيه؟ قال سفيان عن منصور عن مجاهد: الصمد المصمت الذي لا جوف له. وعن عبد الله بن بريدة عن أبي قال: لا أعلم إلا وقد رفعه، قال الصمد الذي لا جوف له. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، هو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه، قال البيهقي نحو ذلك. طيب أنا عايزة كده لحظة من التفكير، مين الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا جوف له غير الصنم؟ هل الله مادة؟ وهذه المادة لا جوف لها؟ خلينا كمان نشوف الشيخ الدكتور نبيل العوضي وهو بيأكد لنا معنى إن الصمد الذي لا جوف له في الفيديو اللي جاي. معنى ثالث: الصمد الذي لا جوف له جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وزي ما شفنا الشيخ نبيل العوضي بيأكد إن معنى الصمد الذي لا جوف له، خلينا نشوف كمان مرجع يأكد نفس الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع فتاوى ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص بيقول إيه؟ فصل في تفسير قل الله أحد: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن إنها مختلفة، وليس كذلك بل كلها صواب، والمشهور منها قولان: أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له، والثاني إنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. زي ما شفنا ابن تيمية قال إن في قولين، قول بيقول إن الصمد هو الذي لا جوف له، والثاني إنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. وإن الصمد هو الذي لا جوف له هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وكمان طائفة من أهل اللغة. وفي نهاية الحلقة عايزة أقول لكم تابعوني في الحلقة الجاية وانتظروني في مفاجأة جديدة عن الصمد الذي لا جوف له. واللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.